سيد الرئيس تاكيدا للتوجه المغربي نحو الاطلسي وانطلاقا من الايمان الراسخ بان الساحل الاطلسي من شانه ان يصبح فضاء للتواصل الانساني والتكامل الاقتصادي ومحورا للاشعاع القاري والدولي دعا صاحب جلال الملك محمد السادس نصره الله إلى تعزيز روابط الاندماج والتعاون بين الدول الإفريقية المطلعة على المحيط الأطلسي في إطار مبادرة مسلسل الرباط للدول الإفريقية الأطلسية تلكم المبادرة الملكية للتعاون جنوب جنوب القائمة على مبادئ العمل المشترك والتضامن بغية جعل الفضاء الأطلسي الإفريقي منطقة يعمها السلام والاستقرار والتنمية.